اختلاف وجهات النظر قديمة. احنا بصراحة سياستنا في العلاقة مع الأخوة في التيار الصدري هي سياسة عدم الانجرار وراء الاستفزازات، بالتالي التصريحات المتشنجة اللي تصدر من الأخوة في التيار نحن لا نقابلها بالمثل، غالبا ما نتجاهلها، أو في بعض الحالات يكون عندنا تصريح بنحو التوضيح والدفاع وليس بنحو الهجوم. هل من الممكن مثلا في قادم الأيام أو في قادم الزمن من الممكن أن تقتربون أكثر مع الصدريين وربما والله هذا يعني متروك، توجد تقاربات؟ هذا متروك للمشيئة الإلهية، ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف. إذا الله سبحانه وتعالى شاء هذا ممكن، إذا لم يشاء لن تستطيع لا إيران ولا حكومة ولا مرجعية دينية أن تحدث ذلك.